وقفات، بس يعني السالفة اللي صارت لي احنا بنوضح السالفة. السالفة ان في فنان سعودي قام بالتحرش فيك بشكل غير اخلاقي، دزلك مسجات هددك لما انت امتنعتي عن ما هو يبي. لجأتي الى السفارة الكويتية في المملكة العربية السعودية، وبعدها خذوك قدمتي بلاغ. ضد بلاغ في المخفر. وشي شلون صار الحدث هذا؟ يعني بحد ذاته تقعد كنت تصورين مسلسل هذا حنا إيه؟ مع النجم الكبير عبد الله السدحان. إيه؟ مع احترامنا الكبير حق نجم اكيد الدودة. اكيد يعني بغض النظر عن هالانسان، هذا الانسان يمثل نفسه اول شيء، ما يمثل السعوديه. يعني لان انا عاشرت اهل السعوديه وعرفت ايش كثر هم اهل كرم، يعني الناس طيبه باخلاقها يعني. وعلى فكره هذا موقف انت ممكن تتعرضين له ترى بالكويت. بالضبط يعني هو ما تفرق، يعني هو فنان ما يمثل الا نفسه يعني، وحرام ما نشوف عليه الجنسية. يعني هو يعني هم حرام عليه كلمه الفنان، لان الفنان اخلاق قبل ما يكون فنان تلفزيوني ولا فنان انه يطلع يمثل فقط لا يعني لا غير. طبعا السالفه صارت لي شهر 6 تقريبا. كنت انا قاعده اصور اخر نص اوله اوله كنت قاعدة أصور مسلسل هذا حنا، فالمفروض أن تجمعني حلقة مع هذا الفنان المحترم، بس صادف أنه هو عزمني عنده. أنا رفضت العزيمة. فندق مكان خاص بيته أنا رفضت، لأن كانت الفكرة صعبة جدا بالسعودية. شلون أنا قاعدة أروح بيت واحد؟ شلون أروح لك البيت؟ يعني احنا عندنا هني بالكويت انت لو داقي على الهيئه شالوه كله هو بيته. يعني بالضبط شلون بنروح احنا بيوتي يعني؟ فانت قال لي تعالي ما شنو؟ قلت له لا سامحني استاذي انا مشغوله شوي. يعني ان شاء الله يعني نشوف بعض باكر باللوكيشن، ما دام في حلقه راح تجمعنا. ليش هي قاعد اليوم معاك وباكر راح اشوفك؟ كنت قاعد احاول اني اتعذر، اصر قال لي انا امرك. انا امرج، قمت حاولت اتهرب. شلون يمرج اساسا لو طاحوا على الهيئه بالسياره يعتبرون هذه خلوه غير شرعيه. غير شرعيه يعني بالضبط. بس يعني هو كان يعني ما ادري باسه قوي ولا ما ادري يعني شو الاصرار اللي انا انصدمت. قمت اتصلت على طاقم العمل، اشخاص من طاقم العمل. بس اعتقد انت ما تفاجئتي ان سالفه انا بيلك اخذك بالسياره. أنا اعتقد هذا ممكن تتعرضين له بالكويت، يعني اي صديق او زميل حقك انا امرك ما عليه يمرني يعني ما عليه. يعني انا مثلا مرات تكون ما عندي سياره، سيارتي مثلا بالجراج ولا شيء طبيعي، ما احد يوصلني ولا احد يوديني البيت. بس هذا انا ما اعرفه اول مره. تعرفينه كستار بس كفنان. إيه يعني وكنت أعزه جدا وكنت أحترمه جدا من تمثيله بس يعني غير كل هذه الفكرة بعيني عقب ما يعني أصر إصراره سبب لي قلق. كان أدق أنا على الناس معانا بطاقم العمل، قلت لهم محمد، قلت لهم الفنان هذا الفنان من غير اسامي من غير اسامي نوره اوكي من غير اسامي اندمجت معاك بالحكي. غلطانه لا ترمي التليفون. بالضبط يعني ما دقيت عليك فلان. بالضبط. ليش ما اعطيتيني خيارات؟ بالضبط. ليش ما اعطيتيني خيارات؟ تصرفاته. بالضبط. قلت له هالانسان قاعد يطلبني شلون؟ قال لي تهربي مالك شغل فيه، لا تردين عليه وحقري. قلت له من حرجه شنو اسوي يعني فنان كبير؟ قالوا لي حقرت. بعدها بعشرة ايام تقريبا رحت عشان عندي عروض مسرحيه. انتخبوا ام هندي. عرضت المسرحيه، اتصلوا علي قالوا لي انه يبوني بحلقه بعدها. هم بحلقه زياده وكذي. سبحان الله كان قلبي ناقزني. طول هالعشرة ايام وانا اتصل على امي. يعني قاعده صارت كثر بالسعوديه. بالضبط. مرتاحه. بالضبط. قلت حق امي يما انا يبوني حلقه زياده وهو يوم واحد. بس انا ماني مرتاحه اني امثل معاهم. قلبي وقعني حاسه انه في شيء. ماني مرتاحه يا يما روحي ما علي انت قاعده بالسعوديه. ويقنعون فيني طاقم العمل ان انا يعني اصور هالحلقه فقط. يعني وما كنت رافضه تماما. سبحان الله بيوم المقرر اني انا اروح لهم اللوكيشن وصلت لي مسجات. شو اقول لك؟ وحشه.
ممكن شوفي ممكن بين الربع بين الأصدقاء ينقال كلام وسخ ممكن وممكن من بين الميانة متعودة على كذي لا 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 لا, لا, لا جدا أو هذا اللي أنا مستغربة منه لأن أنا ما أعطيت حق أحد مجال إن هو يغلط علي لأني أنا ما أحب أغلط طبعا إذا أنا ما أنت إيه؟ تحب تعامل إن الناس تعاملك مثل ما أنت تعاملهم بالضبط طبيعي أنا مو معطية أحد مجال من ربعي اللي هني بالكويت اللي أنا سنين وبنين معاهم محمد الحملي والمعنى فهد بناي سلطان مبارك يعني هذيلا أكثر من أخواني مو أخواني بس أكثر من أخواني هذيلا ما يعني سبوني سبة خفيفة من كثر ما أنا مو معطية مجال حق أحد إنه هو يتقشمر معاي قشمرت لا يد ولا قشمرت سب أنا ما أحبها يعني هو ريال في الآخر أنت بنية يعني ما يقدر يتقشمر وياه قشمرت يد يعني وحتى الإنسان ترى ما له داعي الإنسان مو حلوة مرات يعني خصوصا ما دام إن أنا بنية فيني شيء من داخلي ما يستقبل السب من رجل يعني يكون عندي شيء وفي قوي. فارق عمري بيني بالضبط وفي فارق العمر يعني بيني وبينه 15 سنة يعني بيننا عمر شخص عاقل بالغ مراهق مش بالغ اوكي مراهق يعني شاب إيه؟ بالضبط بس يعني هذا اللي صدمني وصل لي مسجات جدا وقحة جدا بالمستوى الدوني ما كان المفروض ان تندز حق بنت بنفس عمري انصعقت زين نوره ايش معنى انت اللي صار معنا هو في غيرك في المسلسل بالضبط بنات في غيري بنات حق لا ما صار معاهم ما ادري اعطيتيه اهتمام جدا لا والمشكله ان انا اللي قاهرني ان انا كنت طول الوقت محترمته انه يعني استاذي عمي خلاص زي ما اقول له يبغى من كثر ما انا محترمته يعني هو ينظر لك نظره ثانيه يعني قاعد اقول له استاذي وعمي وانت على راسي وفنك غدير و كان طول الوقت مضخمة بمكانته يعني الفنية والشخصية وكلش ما عطيته طابع خطأ عني يعني هذا اللي قهرني ان انا كنت طول الوقت معاك محترمة وسيدة شنو اللي شفته مني اللي خلاك تقول عني هالحكي وانا اصلا ما بينت لك ولا يمكن شايف من غيرك وصارت صكة فيك الشر عم والخير خص في ناس يعني. تخرب سمعة الناس الطيبة هذا شيء طبيعي إذا أنت حطوا لي الصورة بيضة ونقطة سوداء بتشوفين النقطة السوداء يعني ما راح تشوف أنا قاعد أقول كلام زين الناس ما تدقق إلا على الكلام النقد السلبي ما تطلع الإيجابي بالضبط هذا اللي إحنا عندنا الحين ماشي ممكن إنه هو شاف شيء شين من اللي حواليه وقال يلا هذه مع الخيل يا شقرة معهم هذه نفسهم زين أنت لما جاتك المسجات شلون تصرفتي؟ أول شيء دقيت على السفارة الكويتية استقبلني طبعا القنصل مشعل الدبوس وقام معي قومة أهل يعني ما حسيت أني أنا برا ديرتي قال لي حاضر من عيوني وأنا أوديك للمخفر وخليش تشتكين على الريال بالضبط رحنا المخفر اشتكينا عليه قدمنا بلاغ وعقب البلاغ مشيت طبعا كان في حراسه لي يعني عشان كان هو مهددني بالمسج وقايل اني انا ما راح ارجع للديره وهالكلام وانت بنيه يعني وانا يعني وحيده امي انا اخوي انخبص يالي بنفس اليوم على السالفه يعني حيل يعني وصغيره وبديرته طبعا يعني تخافين بالضبط أوكي. اللي يطلع من داره لازم يقل مقداره يعني انت لازم تكون محاط بالناس اللي تعرفهم وتكون بمكان ثقه والحمد لله انت صغيره وفي يعني قله خبره بالتعامل مع هالمواقف يعني بالضبط ما صارت لك قبل بالضبط هذا اللي انا خفت منه بعدها خلصت كان عندي عرض مسرحيه خلصتها ثاني يوم رجعت الديره وطبعا السفاره ما خلوني الا لما ركبت الطياره تم اجراءات القضيه تمت باجراءات القضيه طبعا في فنانين تدخلوا في الموضوع اي نعم فنانين كبار اول واحد ما خذيتي كلامه بالضبط لان انا كنت بحرارتي ومنقهره على نفسي فاكيد ما راح اخذ بكلامه انا للحين محتاره
والموضوع ما برا يعني انت كنش قاعد تزيدين على الجرح يعني ايه بحرتها بحرتها السالفه كانت بحرتها. بس لما دق عليك ابو محمد طارق العلي خذيتي طبعا ابوي يعني ابو محمد حبيبي رجل جدا طيب يدق علي بس ها شيك نورا ها عمي ها ابوي ان شاء الله شنو يعني انا لدرجه اني قمت اقول له انت شنو تبي من كثر ما انا اعزه واحترمه هذا الرجل وفوق كل هذا قال لي ترى انت بنت ديرتي يعني انت مفضله انت بنت ديرتي يعني انت شنو تبين انا ما قاعد اقول لك يعني اقول لك عشان ترى على فكره خذيها مني نوره ترى لو انت صدقيني كل اهل السعوديه وقفوا وياك راح يكفون معاك ويحمونك هذا اللي ضد هذا الشخص بالضبط. هذا شيء يعني انا حتى والله العظيم حتى انا شفت من يعني ناس كبار ما يرضون على بالضبط. اعراض البشر اكيد يعني انا شفت ناس كبار من السعوديه اتصلوا علي وقالوا لي زين سويتي فيه يعني ناس وايد شمتوا فيه بالضبط لانه يقولوا لي ان هذا انسان يعني زايد عن الكلام يعني لا هو عنده مش مشاكل يعني الحادث مالك كان متكرر معي بالضبط يعني فقالوا لي زين سويتي يعني انت وقفتي وقفه حق ووقفتي عند حده والحين راح يفكر 100 مره قبل ما يرتكب قبل ما يرتكب اي شيء ثاني صحيح وقفوا وياي اهل السعوديه بس عقبها طبعا ما اتصل ابو محمد الحين قاعد امشي انا باجراءات التنازل للحين ما تنازلت بس بناء انه هو يتعهد انه ما يتعرض لي مره ثانيه وما يسبب لي قلق عشان حتى لو انا بروح ديرتي الثانيه اكون مطمنه يعني اكون طالعه من بيتي ورايحه بيتي الثاني والله انا اقول لك يا من الحين لا تطمني اي قلت احمد السمان دربش خضر اي في السعوديه لا هذا شخصي مثلا انت في مخفر اي منطقه مركز المربع المربع حي منطقه بالمربع حي المربع حي المربع عشان ما عندي ما عندي بعد خبره بحياء صحيح سعودي.